بسم الله الرحمن الرحيم. حضرة الزملاء، أدعوكم أولا إلى قراءة الفاتحة ترحما على روح الفقيد الرئيس باجي قيد السبسي الذي وفاه الأجل، فأرجوكم قراءة الفاتحة. تفضلوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. عملا بأحكام الفصلين 84 و85 من الدستور، وتبعا لتلقي مجلس نواب الشعب اليوم الخميس 25 جويلية 2019 شهادة وفاة المغفور له السيد محمد الباجي قايد السبسي رئيس الجمهورية التونسي. وبعد أن تلقى مجلس نواب الشعب إعلاما من قبل رئيس الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين يقر بالشعور النهائي في منصب رئيس الجمهورية، واعتمادا لذلك واعتبارا لذلك فإني أتولى بصفتي القائم بمهام رئيس الجمهورية أداء اليمين الدستورية. أقسم بالله العظيم أن أحافظ على استقلال تونس وسلامة ترابها، وأن أحترم دستورها وتشريعها، وأن أرعى مصالحها، وأن ألتزم بالولاء لها.